النجاح في الحياة هو نجاحك في إدارة ذاتك والتعامل مع نفسك بفعالية. وعد نفسك على أن تكون أهدافك في كل عمل تقوم به سامية وواضحة، والزم نفسك بالتخطيط لأمور حياتك المختلفة، ونظم جهدك واتجه لهدف واحد، واستعن بالله في أمور الحياة، لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله له أمور حياته.